اوكي، النهارده على فكره اللقاء يعني المقابله ال 29 المسجله، الحاجات اللي مش متسجله قبل كده مش محسوبه يعني. فالنهارده ميتنج او ميت اب ال 29 المفروض هنتكلم على الجزء بتاع الاي سي او، تكمله الجزء بتاع التشيك ليست. احنا ماشيين على التشيك ليست المره اللي فاتت، خلصنا الجزء بتاع الكريت بتاع الكي ووردز ليست والكومباتيتور والكي ووردز بلانر وجوجل ترند والجزء بتاع الموز بورد والبيج تايتل وهيد لاين والحاجات الثانيه بتاعت ال هناخد المفروض بقى نتشيك على، خدنا الجزء بتاع التشيك بتاع الاي سي او تمام بتاع الاكستنشن دي، وكمان خدنا بس تقريبا وقفنا لحد هنا، خدنا كمان الفيوز بتاع الاتش 1 والاتش 2 والتشيك بتاع اليو ار ال، والمفروض بقى هنشتغل على بقيه الحاجات الثانيه. اول حاجه عايز اتكلم فيها جزء كده مهم جدا، الجزء بتاع السايت ماب، الجزء بتاع السايت ماب. بس خلينا نخش الاول على جوجل كونسول واقول لكم المفروض على جوجل كونسول هنشتغل ازاي، او على جوجل كونسول اللي بيحصل لما انت تيجي تشتغل على جوجل كونسول وعايز تدخل عليه على جوجل كونسول او تثبت جوجل كونسول عندك. اول حاجه هتروح على سيرش او هتروح على جوجل كونسول تمام، اللي هو اللينك بتاعه ده، هتكتب في جوجل جوجل كونسول او جوجل سيرش كونسول عادي جدا تمام، و هيطلع لك الويب سايت عادي ان انت تدخل على جوجل كونسول وعادي جدا تمام. طيب المفروض ايه اللي بيحصل لما انت دخلت؟ انت عندك نوعين من الدومين، نوعين من الدومين، في حاجه سب دومين او بيج معينه تمام انت محتاج تعمل لها جوجل كونسول، او عندك الجزء بتاع الدومين نفسه او الجزء بتاع الويب سايت نفسه تمام. طيب خليني كده اسال كده حد من الناس اللي معانا يعرف يعني ايه جوجل كونسول، عشان برضه الناس اللي داخله لسه بادئه معانا، لو حد يعرف احنا يعني كده بنخش مناقشه، اللي يعرف يفتح المايك ويجوال معانا على طول. مساء الخير. الو معاك، ازيك عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بس هو اللي انا عارفه ان جوجل كونسول المفروض ان انا بضيف الويب سايت بتاعي عشان باخد منه، يبقى اول حاجه ان الويب سايت ده الملكيه بتاعتي، بيبقى يعرف الملكيه بتاعت الويب سايت. تاني حاجه ان هو بينشر حاجه زي الكوكيز او زي العناكب كده بالنسبه للويب سايت، عشان يبدا ان هو يارشف اوتوماتيك البيجز والصفحات اللي بتبقى موجوده يعني. حلو جدا تمام. ايه تاني ناقص حاجه كمان كده؟ انت قلت حاجتين، خلينا عارفين ان جوجل كونسول زي ما قال مين، مستر مين؟ يوسف مايك. مستر يوسف زي ما قال، هو المفروض ان احنا بنشتغل على جوجل كونسول علشان ينسق الويب سايت بتاعنا تمام، او يندكس الويب سايت. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الويب سايت عباره عن صفحات، صفحه المنتجات، صفحه الاباوت، صفحه مش عارف ايه، صفحه المنتجات. يعني مثلا لو دخلنا على الويب سايت ده تمام، ثانيه، او مثلا الويب سايت ده تمام، الويب سايت ده متقسم هنا عندك في سيرش، في جزء التوبكس، في جزء الريسورسز، في جزء الكومباني ايا كان بقى البيجز، فكل الحاجات دي تمام عشان نارشفها او نقول لجوجل ان في صفحات موجوده جوه الويب سايت، كل صفحه بتعبر عن ايه، لازم ندخل على جوجل كونسول عشان يسجلها عنده، لما يسجلها عنده جوجل يوصل لها بسهوله تمام. الحاجه الثانيه ايه تاني؟ انت قلت ايه تاني؟ الجزء الثاني اللي انت قلته ملكيه الويب سايت، ان هو بيبقى عارف الملكيه بتاعت الشخص ديت بريتد بالدومين، بريتد بالكلام ده كله، بيبدأ بعد كده ان هو يتابع الجزء بتاع الاي سي او مع الحاجه اللي انت منزلها بتاعت الاي سي او، سواء بقى انت بتشتغل مثلا، لو انت بتشتغل وورد بريس مثلا، فانت بتبقى منزل منزل حاجه خاصه بالاي سي او عليها،
بيبدأ ان هو يربطها مع بعض عشان يبدأ ان تمام حلو السايكل جدا كلها تربط مع بعض، بحيث ان انت كل حاجه انت ما بتنزلها ما بتبداش ان انت تخش اوتوماتيك تقوم منزلها تاني على الكونسول، لا اوتوماتيك بتربط مع بعض يعني مع بعضيها. حلو جدا. دي الحاجة التانية. الحاجة بقى بوستس حلو، الحاجة التالتة بقى، الحاجة التالتة المهمة جدا، ان هو بيراقب الاخطاء اللي بتحصل في الويب سايت، تمام، وبيراقب المشاكل اللي ممكن تحصل، سواء مشاكل بالظبط تحميل، مشاكل سيكيورتي امان، مشاكل قرصنة، اي مشاكل. وبعدين بيبدأ يبلغ الابديت بيك بان انت بالظبط عندك مشكله في 1 2 3 لازم تحلها في خلال المده الزمنيه عشان خاطر يرجع الحاجه بتاعتك تتشاف بشكل طبيعي جدا على جوجل او تظهر على محركات البحث والارشفه بتاعتها تظهر بشكل طبيعي. عايز جدا يا يوسف والله. هو دي الثلاث حاجات المهمين جدا جدا في سيرش جوجل كونسل. اي دي اهم الحاجات. فهو بيرتب لك الويب سايت، وبيشتغل على ان هو اي اخطاء يبلغك بيها، ويحاول لو في اخطاء بسيطه يعدلها، وفي نفس الوقت بينسق لك مع محركات البحث ان انت تظهر بشكل افضل. طب انا دلوقتي محتاج اضيف الويب سايت بتاعي جوجل كونسول، محتاج اضيف الويب سايت بتاعي جوجل كونسول. ايه اللي بيحصل؟ ببساطه يعني بشكل بسيط جدا جدا، انا بكتب الويب سايت بتاعي، تمام، ولنفترض ان ده الويب سايت مثلا فور اكزامبل يعني، تمام. باجي المفروض ان انا بدخل الويب سايت عادي جدا، تمام. تمام بعد كده بدوس كونتينيو، تمام. فبيقول لك بيتشيك على الويب سايت، ان الويب سايت ده اوريدي موجود، والويب سايت ده ما فيهوش اي مشاكل، والويب سايت ده حقيقي فعلا، تمام. وبيقول لي قدامك خطوات معينه علشان تسجل الويب سايت ده على جوجل كونسول، قدامك خطوات معينه علشان تسجل ايه على الويب سايت ده، ان انت الويب سايت ده هتربطه بجوجل كونسول. طيب اول حاجه لازم يتاكد اصلا ان الدومين ده الدومين نفسه، اللي هو ان الدومين بتاعك، وان الدومين ده معاك، وان الدومين ده انت اللي مالك ليه، او انت اللي معاك الدومين ده. فاللي بيحصل كالاتي، ان انت بتاخد اللينك بتاع كوبي، تمام، وبتديه للديفلوبر، بتعمل ايه؟ بتديه للديفلوبر، او ان انت بتعمل حاجه تانية برضو، او بتعمل حاجه تانية. تعالوا برضو ناخد جزء تاني، تمام. بتيجي عند السايت ماب، وتقول له والله انا محتاج اعمل تشيك على ويب سايت، او اخد ويب سايت محتاج السايت ماب بتاعه، تمام. بس خلينا يعني ايه خلص الجزء بتاع هنا. بتاخد الجزء ده، كوبي، تمام، وبتعمل فيريفاي، والمفروض ان انت بتاخد اللينك ده تديه للديفلوبر. لمين؟ للديفلوبر. يعني انت خلاص انت اديته اللينك، وبتاخد اللينك وبتاخد الكود تديه للديفلوبر، والمفروض ان هو بي فيريفاي الاكونت ده على، او بيفيريفاي الاكونت ده على جوجل كونسول، وبيربطه بالويب سايت. الديفلوبر عارف ازاي يربط التولز ايا كانت ايه هي بالويب سايت، يعني الحته دي زي بتاعت بيكسل كده، بنوديها للديفلوبر هو بيعملها. بالظبط زي فيسبوك بيكسل كده، اللي اشتغل على فيسبوك بيكسل هيبقى عارف ان هو ممكن ياخد البيكسل كود ويدي له الويب ديفلوبر، والويب ديفلوبر يتعامل بقى، تمام، والويب ديفلوبر ايه يتعامل وياخد الكونفجريت، تمام، ويبتدي ان هو يتعامل مع الويب سايت. وبعد كده بنعمل فيريفاي، تمام، بيتشيك، تمام، ان اللينك خلاص اوريدي محطوط جوه الويب سايت، بيدي له اتس اوكي ويكمل عادي، ويخش جوه الويب سايت عادي جدا، ويفتح معاه الويب سايت بشكل بسيط جدا، ويشتغل معاه من غير اي مشاكل، ما فيش اي حاجه، تمام. بعد كده بعد ما بيشتغل عليه وبالنسبه له بيكون الويب سايت موجود، بيبتدي ان انت تدخل جوه الاكونت، تمام. تعالوا كده عايز اوريكم الجزء بتاع الاكونت.
طيب شايفين كده الاكونت ده، انا عايز اكبره اكتر. ده شكل الاكونت بعد ما بتفيرفاي الاكونت عادي. تمام 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 اوكي. بعد ما بتفتح الاكونت بتلاقي دي تفاصيل الاكونت، بتلاقي تفاصيل الاكونت بالنسبه لك بعد ما بتفيرفاي والدنيا بالنسبه لك بتبقى تمام. بتفتح عادي الاكونت بيبان لك كل التفاصيل بتاعه الاكونت، بيبان لك كل التفاصيل بتاعه الاكونت، بيقول لك والله انت الاكونت ده حصل عليه توتال كليك قد ايه، الاكونت ده حصل عليه توتال امبريشن قد ايه، الاكونت ده اتفتح فيه كام بيج، كام بيج او اني بيج اتفتحت على حسب طبعا صفحات الاكونت نفسه، الاكونت اتفتح عليه كام بيج، واتحصل على كل بيج، حصل على كل بيج كام كليك تمام، وحصل عليها كام امبريشن، والدول اللي فتح فيها اللي اتفتح فيها الويب سايت، والتفاصيل بتاعت الويب سايت تمام. وبعد كده طبعا الجزء المهم جدا بقى الجزء بتاع السايت ماب تمام. الجزء بتاع السايت ماب لما انت تيجي على تدخل على جوجل وتبتدي تشتغل، اهم حاجه الجزء بتاع السايت ماب تمام. خلينا نقول لك كده السايت تمام. بعد ما بتخش على الجزء بتاع السايت ماب، بعد ما بتخش على الجزء بتاع السايت ماب بتبان لك، بتبان الجزء بتاع السايت ماب، بيقول لك هتحط هنا الجزء بتاع السايت ماب. طب السايت ماب ده او اللينك بتاع السايت ماب هتجيبه منين؟ المفروض ان انت بتروح للديفلوبر وتقول له انا عايز اللينك بتاع السايت ماب. اول حاجه بس قبل ما هتعمل كده هتروح على الويب سايت بتاع اكس ام ال سايت ماب، وتديله السايت ماب ده، تديله الويب سايت بتاعك، تديله اللينك بتاع الويب سايت بتاعك، وتقول له انا عايز الصفحات والتفاصيل بتاعه الويب سايت، الصفحات والتفاصيل بتاعه الويب سايت. طيب واحده واحده كده، ايه تاني اللي بيحصل؟ او خلينا كده ناخدهم خطوه خطوه بشكل بطيء جدا. اولا انت دلوقتي عايز تضيف خريطه الموقع على الويب سايت. طب ايه هي خريطه الموقع، او يعني ايه خريطه الموقع اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه؟ ان انت عندك صفحات مختلفه تمام، وعندك تفاصيل مختلفة جوه الويب سايت، دي خريطة الموقع تمام. الحاجات دي كلها والصفحات المختلفة دي خريطة الموقع تمام. طيب فأنا باخد الخريطة دي تمام على شكل صفحات، على شكل صفحات، على شكل لينكات تمام. فهو هنا مثلا لو شفت هنا بيجمع لك اللينكات، هنا بيجمع لك اللينكات، فهو بياخد اللينكات بتاعة الويب سايت بشكل مختلف وبيجمعها لك كلها كلينكات. بعد ما بتتجمع بتاخد الرابط اللي هو هيطلعه لك تمام، فيو ديتيلز مثلا. بص هنا كده جمع لك كل الصفحات بتاعت الويب سايت، كل الصفحات بتاعت الويب سايت تمام. بعد ما باخد الصفحات دي ببتدي ان انا في الصفحات دي اعمل لها داونلود، وبتنزل بالنسبه لي هنا في شيت كده، تنزل بالنسبه لي في شيت. باخد الشيت ده، باخد الشيت ده واروح مديه لمين؟ للو ايه؟ للويب ديفلوبر. راح اديه للويب ديفلوبر بتاع الويب سايت او اللي شغال برمجه على الويب سايت. بعد ما بديها له المفروض ان هو بيحطها جوه الويب سايت، بيحطها جوه الويب سايت، ونبتدي ان احنا ايه نشتغل عليها علشان يديني في الاخر لينك، يديني في الاخر لينك يبان لي ان جميع صفحات الويب سايت موجوده عند جوجل ومترشفه تمام. طيب اللي احنا بنعمله ده ايه تاني؟ واحده واحده كده انا باخد الصفحات بتاعت الويب سايت حلو، وبديها للديفلوبر بتاعت الموقع او بديها ل اكس ام ال ويجمعها لي في شيت خلاص. بعد ما اديتها له جمعها لي في شيت، بروح اديها للويب ديفلوبر عشان ينسقها لي مع الويب سايت. طيب بعد ما نسقها لي هلاقي في الويب سايت او في الداشبورد لينك اضيفه اللي هو سايت ماب
اندكس او على حسب السايت ماب وبدوس سبمت. حلو. طيب بعد كده بيظهر لي بيقول لي ساكس تمام ان الويب سايت بتاعك تمام بقى اندكس خلاص وبقى موجود كل الصفحات بتاعه الويب سايت موجوده عند جوجل ومتارشفه يقدر اي حد يوصل لها بسهوله. تمام. ده الجزء بتاع السايت ماب بشكل بيزكس وبشكل تقدر ان انت تنفذه بنفس الخطوات دي بمنتهى البساطه. خلينا كده نفتح المايك ونتاكد كده بالنسبه لكم الجزء بتاع السايت ماب ده والدخول على السايت ماب في اي مشكله او حد حابب يضيف اي جزئيه؟ خلينا نشوف الشات. ليلى ونورة وعمر وسيف. حبيبي خليني اشكرك على مجهودك اللي اكتر من رائع، اللي احنا على طول يعني حاسين ان احنا تعبينك ونضغط عليك، وحقيقة مش عارفين يعني نرد اي حاجه من الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها عشان. والله يا باشا ولا اي حاجه، ربنا يوفقكم كلكم. الواحد بيتمنى ان هو يساعد الناس كلها من غير اي ربنا حاجه. يخليك يا رب ويعوضك خير عنا يا رب. ربنا يعزك، ربنا يعزك. تمام. الناس في الشات اكيد عليا. تمام خلاص اوكي. تمام. اي حد بقى وهو بيعمل البروسيس دي ممكن هو بيعملها يراجع الفيديو لما ينزل على اليوتيوب او يفولو اب معايا، ولو في وقفت معاه مشكله يبعت لي ويقول لي انا في عندي ايرور في حته معينه اقول له يعمل ايه. تمام. طيب حلو جدا الناس. تمام اوكي، ما عندهاش اي مشكله في موضوع استاذنك بس ريكاب بسيط على البروسيس كده على السريع بس. تمام حلو. بص انت دلوقتي هتخش على جوجل سيرش كونسول. حلو. هتاخد اللينك بتاع الويب سايت وتديه لجوجل سيرش كونسول. المفروض ان هو هيديك لينك تاخده كوبي. حلو. بعد ما تاخد الكوبي بتعمل بتديه للديفلوبر وبتيجي تعمل عليه فيريفاي. حلو. يكون هو ضايفه في الويب سايت. تمام. بعد كده بتاخد اللينكس او بيقول لك اوكي، بدل طبعا ما بيقول لك الاونر شيب ما عملش الفيريفاي او ما عملش فيريفيكيشن للويب سايت. طبعا لو الاونر اللي هو الديفلوبر حط اللينك في الويب سايت والدنيا تمام خلاص، بتيجي تقول له بيقول لك تمام انت عملت الويب سايت والدنيا جميله وانت ضفت اللينك تمام، فبتعمل فيريفاي بيقول لك خلاص اوكي تمام. حلو. خلاص انت بقيت جوه جوجل، بقيت اصلا جوه جوجل كونسول عادي جدا. تمام. انت خلاص دخلت وضفت الويب سايت بتاعك. طيب المرحله الجايه ايه بقى او النكست ستيب؟ ان انت هتضيف الصفحات بتاعه الويب سايت لجوجل علشان يرشفها. فهتعمل ده ازاي؟ هتروح على الويب سايت بتاع اكس ام ال وتديله الويب سايت بتاعك. هيقول لك طيب خلاص انا خدت الويب سايت وجهزت لك الصفحات وكل حاجه في فايل. تمام. هتبتدي تشتغل على داونلود، هتعمل داونلود هينزل لك فايل هتديه للديفلوبر، هيبتدي ان هو ينسق الفايل ده جوه الويب سايت. تمام. ان الويب سايت ده ويعمل له بروفايل ويظبط الدنيا. بعد كده هتيجي على الجزء بتاع فين هتضيف هيديك رابط او في الداشبورد هتلاقي خانه تضيف فيها الفايل، وبعد كده هتدوس سبمت وخلاص اللينك بتاعك هيسكسبل ويقول لك خلاص كل الصفحات متارشفه وبالنسبه لك الدنيا متضافه وتمام. على فكره في كذا طريقه تانية، يعني مش دي الطريقه الوحيده لان انت تضيف السايت بتاعك او تضيف الويب سايت بتاعك لجوجل كونسول. في كذا طريقه. تمام. دي واحده من الطرق، في اكتر من طريقه ممكن تدخلوا على جوجل كونسول او على سيرش على جوجل نفسه هيقول لك الكذا طريقه الثانيه. تمام. يعني في اكتر من طريقه. تمام. تمام اوكي. اوكي تمام. طيب ايه تاني؟ تمام. انت دلوقتي عايزين نعمل حاجه مهمه جدا في ناس كتير بتقع فيها.
وناس كتير. طبعا احنا خدنا الجزء بتاع السايت ماب وعملناه على اكس ام ال، تمام. دي طريقه من الطرق ممكن بتعمله برضو على اكتر من تول، في اكتر من تول ممكن تقدر تعمله عليها وتقدر تضيفه عليها، يعني على حسب التولز كتير والطرق كتير، على حسب انت تقدر تشتغل على اني طريقه. وطبعا يستا من الطرق اللي انت ممكن تشتغل عليها برضو. طيب في حاجه مهمه جدا لازم تخلي بالك منها وانت بتعمل الويب سايت، لازم تخلي بالك منها وانت بتعمل الويب سايت. وانت بتعمل الويب سايت قبل ما تشتغل على الويب سايت لازم تبني الاستراكشر بتاع الويب سايت، تبني الاستراكشر بتاع الويب سايت او الماب بتاعه الويب سايت. يعني مثلا لما تيجي تبني ويب سايت لازم تبني خريطه للويب سايت، او لو انت عندك ويب سايت وبيضرب منك او بيبوظ او في مشاكل ومحتاج تبني الويب سايت من الاول زي ليلى كده، فانت محتاج برضو تشتغل على ويب سايت استراكشر او تشتغل على ويب سايت ماب. تعالوا كده ناخد حد من الناس اللي معانا ولو هو عنده بروجكت او هيبني ويب سايت ونبني الاستراكشر سوا. انا عندي ويب سايت، ممكن ابعت لك اللينك بتاعه لو عايز تبص عليه، بس لسه بجهزه. لا انا عايزك تشتغل معايا بقى، تمام؟ حاضر. واحده واحده كده، تمام. الويب سايت اصلا اسمه ايه؟ ما انت اللي اخترت الاسم. يافت. ايه؟ اوكي افتكرت. حبيبي ده انت اللي مختار الاسم وانت اللي مختار اللوجو كمان. ازيك عامل ايه حبيبي؟ يلا بابا معاك. تمام. يافت كان كده صح؟ انا مش فاكر، اظن كان كده. انت معايا طب ولا انا شفت عندك قطعه ولا ايه؟ انا معلش قافل المايك، فكرت ان هو مفتوح. واي اف اي اي تي، واي اي اف اي اي تي. اي اوكي تمام. يس حلو جدا. طيب تعالى بقى نحط كده الحاجات الرئيسيه جوه الويب سايت. يعني الويب سايت ده لازم يكون فيه اباوت، حلو. لازم يكون فيه جزء البرودكت، ماشي تمام. طبعا في فلكسبيليتي من حاجه لحاجه. طبعا يعني بص دي مش ستاندرد، تمام. ودايما بقول ان شغلنا في الماركتنج ما فيش ستاندرد. ممكن انا اعمل ويب سايت انا كمحمود وانت تعمل ويب سايت، انت بتاعك يطلع احسن لان انت فكرت بطريقه افضل وبنيت استراتيجيه افضل، فما فيش ستاندرد، تمام. فما ينفعش مثلا ان انا هفتح موقع مثلا واروح ادور بتاع مثلا بيبيع ملابس والكترونيات وحاجات كتير واقول خلاص انا هبني الويب سايت بتاعي زي جوميا. ما هو مش لازم، يعني ممكن انت تعمله بطريقه احسن، ممكن يكون في حاجه عند جوميا غلط وارد، وانت تقدر تظبطها اكتر او تقدر تنفع الناس بشكل افضل، تمام. ف تمام ف... ف يعني مش شرط، تمام. تمام طيب تعالى كده ايه تاني نشتغل على الجزء بتاع الجزء بتاع بقيه الويب سايت اللي هو حطينا الاباوت والبرودكت. هو الويب سايت بتاع منتجات، بيبيع منتجات من عليه مختلفه صح؟ هو بيبيع منتجات وفي الجزء الاعلانات مبوبه، اي حد ممكن يخش يعمل عليه اعلانات مبوبه عاديه جدا، وفي جزء ثالث للديسكاونت او بلاك فرايديز. اوكي طيب خلينا عارفين ان احنا هنحط هنا سيلر، تمام. وهنحط مثلا هنا، تعالى كده نحط ديسكاونت صح؟ ديسكاونت بلاك فرايديز. تمام طيب خلينا بقى ايه دي الطريقه اللي هو انا اقعد مع نفسي كده وابتدي افكر. انا دلوقتي كعميل دخلت على الويب سايت، حلو. طيب بعد ما دخلت على الويب سايت دي الصفحه الرئيسيه، حلو جدا. طيب الصفحه الرئيسيه دي بعد ما دخلت عليها ايه اللي انا المفروض اشوفه؟ والله انا المفروض اشوف المنتجات او اشوف الاباوت
او اشوف الادز، ايه الحاجه اللي تشدني وتخليني جوه جوه الويب سايت؟ اه انا ممكن جوه البرودكت. طب بعد ما يدخل على البرودكت محتاجه يشوف ايه؟ محتاجه يمشي ازاي جوه الويب سايت؟ اه والله ده بعد الويب سايت، بعد ما يدخل على البرودكت المفروض ان هو ممكن يشتغل على بلاك فرايداي، حلو، او يدخل ياخد اعلانات، ياخد منتجات من البلاك فرايداي. طيب بعد ما خد من البلاك فرايداي وعجبه حاجات، المفروض ان هو يعمل ايه بعد ما دخل على البلاك فرايداي؟ وهل البلاك فرايداي ليها حاجات تانية غير البلاك فرايداي؟ يعني مثلا هو داخل على البرودكت، تمام، ممكن مثلا اعمل له البيست، تمام، برودكت، تمام، افضل المنتجات، تمام. طيب بعد ما خد بلاك فرايداي او كده، المفروض بعدها يروح على فين؟ بعد ما يروح على ان هو عمل تشوز للمنتجات، المفروض يشتغل على ايه بعد كده؟ او بعد كده هيروح على فين؟ تمام، المفروض هيروح مثلا على صفحة، مثلا على الباسكت مثلا، تمام، ان هو يضيف هو لما تكون في حاجة هتعجبه قدامه اختيار من اتنين، يا هو يكمل فكرة الشراء بشكل عام، حلو، أو يعلم علامة ستار فيحطها في الفيفوريت سايت بتاعه. حلو. طيب يعني هو معايا؟ بعد ما بيروح في البلاك فرايداي بيختار ايه؟ بيشوف المنتج بيعجبه فبيبدأ ياخد أكشن. الأكشن هنا ليه نوعين، أول نوع إن ممكن يحط أساسا علامة ستار فيبقى في الفيفوريت بتاعه، حلو، أو ممكن يعجبه المنتج فيكمل السايكل بتاعة البيع العادية. تمام، يعني هنا بيكمل عادي. بيكمل وبيشتري، بيخش في اللي بيخش بياخد بقى الإجراءات البيمنت أونلاين العادية نكست بتاعته. ريدز عادي جدا، صح كده، تمام. تمام. بعد كده المفروض يشتغل على ايه تاني؟ المفروض ان هو كده كمل طريقة الدفع، تمام، ده واي. فبعد كده بعد ما كمل طريقة الدفع طلع له نمبر كده اللي هو بالبلدي كده رقم العملية بتاعته بقت معاه، اللي هو الكود يعني. اللي هو الكود طبعا، وخلاص واداله الـ SLA بتاعه اللي هو الـ Estimated Time اللي احنا بنقول مثلا within مثلا 7 days مثلا، او حاجة زي كده، او ايا كان بقى الـ SLA بتاعه، تمام. ده كده جزء. الجزء الثاني ممكن يكون دخل عندي في المنتجات، عجب المنتج عشان خاطر هو ما عندوش فلوس دلوقتي فمش هيقدر يكمل الاكشن الاخر. بس طيب بشكل عام احنا قبل ما بنبني الويب سايت، يعني انا حبيت اوري الناس اكزامبل، ان معظم مشاكل الويب سايت بتيجي من الحته اللي ممكن نكون شايفينها عاديه جدا دي، اللي هو اصلا مش بنبقى بانيين الويب سايت، مش بنبقى حاطين هيكل العميل داخل منين وخارج فين ورايح فين، او الويب سايت مش هيمشي فيه العميل ازاي، هيكمل في العمليه دي بتاعته ازاي، تمام. فدي من الحاجات المهمة جدا جدا، اللي انت لو انت مسؤول عن ويب سايت او انت بتشتغل على ويب سايت او اي حاجة تابعة للويب سايت، انت لازم تخلي بالك من الجزئية دي، تقعد كده تبني ستراكشر، ممكن تبنيه على برنامج، تبنيه على ورقة وقلم، ايا كان، المفروض ان انت ما تنساش ان انت تعمل الجزء ده وتبني التفاصيل دي. حاجة من الحاجات المهمة الاختلاف الفكري ما بين ديفلوبر وما بين اللي شغال على الويب سايت كاي سي او او كويب سايت ادمن، كل واحد منهم بيقول حاجه التاني بيفتكرها بطريقه مختلفه، وتلاقي الاثنين شغالين في حته تانيه. ممكن انت تبقى عايز تعمل ويب سايت، تقول للديفلوبر يعمل لك حاجه مالهاش علاقه باللي كان في دماغك اصلا، تمام. فده جزء من الاجزاء اللي هيقرب الدنيا جدا وهيفرق معاك وهيخلي الدنيا بالنسبه لك مختلفه تماما، تمام. حتى وانت شغال هتبقى فاهم انت عندك كام بيج، كل بيج بتودي على فين، بتعد الخطوات اللي هياخدها الشخص عشان العميل. يعني مثلا لو احنا جينا قلنا على الويب سايت ده، انا عشان العميل يدخل يشتري من هنا، انا عندي ان هو يخش على الويب سايت، ادي واحد، يخش على المنتجات اتنين، بعد كده يخش على البلاك فرايداي دي ثلاثه، بعد كده يحط الحاجه في الباسكت اربعه، بعد كده لو اما يخش على نكست بيج او بيخش على الجزء بتاع البينج، ادي خمسه. يبقى في خمس خطوات عندي علشان الكلاينت اللي يخش او اليوزر اللي يخش يشتري، فانا لازم اخلي بالي من دي كويس جدا. حاجه كمان، لو انا هشتغل على اعلانات لويب سايت، لازم اخلي بالي هو داخل على انهي جزء
وهياخد كام كليك جوه الويب سايت، هياخد كام كليك جوه الويب سايت. ممكن الاعلان يكون كويس والناس بتكليك وما بتشتري، تمام. فانا لازم ادخل اشوف الناس، ممكن تكون الخطوات بالنسبه لها كتيره، تمام. فدي حاجه من الحاجات يعني المهمه جدا جدا وانت شغال على الجزء بتاع الويب سايت. طيب الجزء بتاع البيج سبيد اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، لو والجزء برضو بتاع الاس اس ال برضو اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، ممكن ترجعوا للفيديو بتاع المره اللي فاتت و تخلوا بالكم يعني تراجعوا الحته دي من الجزء بتاع المره اللي فاتت، بتاع الفيديو بتاع المره اللي فاتت، تمام. ايه تاني؟ بعد كده الجزء بتاع الداتا بتاعتك، الداتا بتاعت الهايلايتر بتاعك. يعني ايه الداتا هايلايتر؟ الجزء بتاع داتا هايلايتر الداتا المهمه اللي جوه الويب سايت اللي بتخلي الناس تخش عليها. يعني مثلا اكتر الحاجات اللي الناس بتخش عليها جوه الويب سايت، تمام، جوه الويب سايت هو الجزء بتاع الباسكت او الجزء بتاع البيم او الجزء بتاع البلاك فرايداي، تمام. فدي كده حاجه لازم اتشيك عليها، تمام، لازم اتشيك عليها. في تول المفروض بتشتغل عليها جوه تابعه لجوجل كونسول، بتشتغل على الجزء بتاع الداتا هايلايتر. الجزء بتاع ايه راحت فين؟ الجزء بتاع الداتا هايلايتر لازم تشوف الويب سايت بتاعك او البيجز بتاعتك ايه اكتر الحاجات اللي الناس بتكليك عليها، ايه اكتر الحاجات اللي الناس بتكليك عليها. يعني لو دخلنا مثلا على الويب سايت هنا مثلا ريدمو، الجزء بتاع الترندنج ريد ناو، فهنا في داتا، تمام. فالناس بتدوس ريد، تمام، الناس مثلا بتدوس ريد ناو، فالناس بتكليك عليها وتخش. فانت كواحد ماسك ويب سايت او بتشتغل على ويب سايت لازم تكون عارف الناس بتكليك على ايه اكتر حاجه، ايه الداتا اللي الناس بتجوين عليها والناس اللي بتخش عليها علشان تتابع الويب سايت بتاعك، لازم تكون عارفها بشكل كويس جدا. طيب من وين بتعرف استاذ محمود؟ من كيف بتعرف الشغلات هذه؟ الشغلات هذه بنعرفها من الويب سايت نفسه والاناليسيس بتاعته، الاناليسيس بتاعت الويب سايت والتحاليل اللي بتجيلي من الويب سايت، ايه اكتر الناس بتخش على ايه، او الناس اكتر حاجه. المره الجايه لما هنتكلم على الباك لينكس وجوجل اناليتكس، وانا بعتذر اذا كنت بقطعك، بس انا اتكلمت مع الديفلوبر في الحته دي كتير قوي، والله انا عايز مجموعه تقارير كده اقدر اعرف الفيزيتور بيجولي منين، اقدر اعرف اكتر حاجات الفيزيتور بيخش عليها، اقدر اعرف كذا حاجه كده. فهو تفضل مشكورا وقال لي تمام اوكي، في حاجات موجوده وفي حاجات انا هشتغل عليها واعملها كلها من جديد. لازم في الداشبورد، لازم في الداشبورد الحاجات تكون موجوده بالظبط. يعني الداشبورد لازم يكون فيها الحاجات دي موجوده، يا اما انت هل في مكان تاني او حاجه تانيه اقدر اجيب منها التقارير دي من غير جوجل اناليتكس؟ وفي تولز تانيه يا محمود بس مدفوعه، يعني هوت جار مدفوعه بتعمل كل ده، بس دي مدفوعه. اي حاجه هتبقى مدفوعه. جوجل اناليتكس زي ما محمود بيقول هو الوحيد اللي فري، هيديك الاوبشن ده. جوجل اناليتكس هو يعني يعتبر الادق والفري، يعني ده يعني المره الجايه هنتكلم على جوجل اناليتكس عشان كبير جدا وياخد مننا تقريبا الموضوع كله او اليوم كله. بس جوجل اناليتكس يعني هو افضل حاجه، تمام، وكمان عشان بتربطه برضه بالويب سايت وما الى ذلك. ففي لا في في ولازم ان انا اخلي بالي من الجزء ده، لازم اخلي بالي من الجزء ده وابقى عارف الناس بتكليك على ايه. في حاجه كمان يا نور مهمه، قبل ما تشتغلي على الادز، انا عارف الشغل بتاعك على جوجل اد والدنيا دي انا فاكرها، قبل ما تشتغلي عليها لازم تبقي عارفه الويب سايت النقاط بتاعته ايه، القوه ونقاط الضعف، والناس بتكليك على ايه والناس ما بتخشش على ايه، والتفاصيل بتاعت الويب سايت نفسه، تمام. انت رابطه الويب سايت، هقول لك في عجز عندي في النقطه الويب سايت. الويب سايت اللي معاكي انت شغاله معاكي جوجل اناليتكس؟ حاطه جوجل اناليتكس. لا عندي ويب سايتين، احنا معايا مشروعين. ايوه انا فاكر البروجكت اللي كان الريت بتاعه في مشكله ده. جوجل اناليتكس بتاعته هتلاقي فيه التفاصيل بتاعت اكتر دخول، وبعدين في الداشبورد
كديفلوبر بيقيس ده تمام. كديفلوبر يقدر يقيس دي. الديفلوبر ما اسهلش بتشتغلي على جوجل اناليتكس. طب بدنا نشوفها معك المره الجايه تمام. الواحد بس ياخد يعني ياخد فكره يعرف وين رايح وين جاي. بس بسيطه كده كده انا عارف ان انت مستنيه الادفانس بشكل كبير، بس انا بحاول امشي بالتشيك ليست علشان الناس اللي بادئه معانا ما نخشش ادفانس يبقى الدنيا بالنسبه لهم ما فيهاش يعني فيها مشكله تمام. لا معاك، احنا خطوه خطوه، احنا محتاجين برضو خطوه خطوه برضو. تمام حلو جدا. بس عشان بتقول احنا متاسس الويب سايت لازم انت تاسس انه كيف العميل يفوت، هذا انا كيف ممكن اعملها؟ يعني انا الان مثلا عندي انا ويب سايت بس انا ووردبريس، كيف ممكن اشتغل عليها؟ ووردبريس دي اكستنشن كتير على فكره بتشتغل على على مساعدات، يعني دي اصلا ميزه ووردبريس ان هو ليه يعني يوست مثلا بتلخص لك كل الحوار ده من غير يعني هو اصلا بيقول لك ايه الحالات اللي المفروض تشتغلي عليها وايه الحالات اللي عندك ضعف فيها عايزه تعملها بروفمنت وكده اعتقد. دي حاجه دي حقيقه يعني من الويب سايت اللي احنا لسه جايبين من الويب سايت اللي فيه حاجات يعني في اصلا مواقع قايمه على يوست بس، يعني هو كل شغله من خلال يوست تمام. فلا يعني ممكن تشتغل عليه بشكل كويس، حتى هو عامل اصلا سيكشن مختلف وسبيسيفيكلي جزء ووردبريس. اها طيب خلينا بتيجي مع التجربه ان شاء الله. تمام اوكي بيعجبني فيكي موضوع التجربه ده والله يعني مش بدي اعمل، لازم الواحد تجربه وخطا الحياه كلها. عايش تمام. طيب في جزء بقى مهم جدا تمام، مش عارف انتوا عارفينه ولا لا، الجزء بتاع الـ SEO الاونلاين بتاع او الجزء الاون بيج بتاع الرايتنج اسيستنت. لما نيجي نكتب ارتكل جوه ويب سايت تمام، او نحط كونتنت جوه الويب سايت، لازم نقيس الويب سايت ده هل الكونتنت اللي انا بكتبه كويس ولا مش كويس، الكونتنت محتاج يتظبط اكتر ولا لا. الكونتنت ما طبعا المره اللي فاتت اتكلمنا على الهيد لاين والمقياس بتاعه ك SEO وك كسكور للهيد لاين. وانت بتكتب لازم في تول جميله جدا من سيم رش بتتكلم او بتظبط لك كل الاجزاء بتاعه الكتابه. يعني مثلا تعالوا مثلا ناخد الجزء ده مثلا وناخد ان احنا هنحط مثلا قلت انا قلت من شويه ان مش عارف كان في ناس بتسال على الويب سايت مش عارف كانت ليلى او مين مش عارف وقلت له الويب سايت هفتحها او اقول لكم يعني الويب سايت دي فيها الابديتس دايما وفيها كل التفاصيل بتاعت جزء الاي اس او اللي هو سيرش انجن جورنال والويب سايت دي. طيب بتحط التفاصيل بتاعتك وتبتدي هنا لو لاحظتوا العلامه هنا تمام بيبين لك كل التفاصيل بتاعه الويب سايت سوري كل التفاصيل بتاعه الشغل بتاعك على الكونتنت اللي انت بتكتبه، كل التفاصيل بتاعه الكونتنت بتاعك وانت بتكتبه، كل الايديت بتاعتك، هل انت عندك مشكله في الاي سي او ولا عندك مشكله في ال الالجوريزم بتاعتك او البلوجرازم بتاعتك وانت المحتوى اللي بتكتبه ده مشابه لمحتوى مكتوب اوريدي، ولا عندك مشكله في الفويس تون او التون اوف فويس اللي انت كاتب بيها بيتناسب مع الكيوردز اللي انت مدخلها. طبعا انت هنا تمام عشان بس الناس تبقى شايفه في الجزء ده بنكتب الكيوردز بتاعتك، يعني مثلا هنا اس اي او تمام، هنا مثلا ممكن نكتب مثلا جوجل سيرش مثلا لو سمحت هو التول او الويب سايت ده اسمه ايه؟ ده على سيمرش تمام، هتخش على سيمرش تمام، او ممكن تعمل حاجه يعني سهله جدا عشان تسهل عليكم الموضوع، هتكتب انا مش عارف هتكتب SEO writing مثلا سيمرش ده فور فري فور فري
تمام. وهتدخل هتكتب، وفي تولز كتير جدا، بس في بعضها طبعا بيت بس هو فور فري، وفي في تولز كتير جدا يعني، في في حاجات حتى خاصه باللوكال اس اي او، في كمان هوم بيج تشيكر، في 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 كذا حاجه يعني. بس احنا النهارده في جزء الكيوردز، في حاجات كتير جدا بصراحه، من اعظم التولز اللي بستخدمها في حاجات كتير يعني، بتكلمني عن حاجات كتير. حتى جزء البيت بتاعها لما استخدمناه قبل كده كان برضه رائع بصراحة. طيب بس احنا النهارده بنتكلم عن الجزء بتاع الرايتنج اسيستنت. المهم هنا بنكتب التفاصيل، وبيديك الاجزاء اللي انت كاتبها دي كويسة ولا لا، محتاج تيديت ولا لا، في جزء في الفويس تون بتاعتك. طبعا انا اختصارا للوقت بحاول اخد كلام كوبي بدل ما اقعد نكتب. فين راح 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 فين؟ تمام. بيقول لك التفاصيل بتاعتك طبعا، بيبتدي بقى يعدل، يقول لك والله انت عندك مشكله. طبعا بتبتدي تعدل في الكونتنت بتاعك لحد ما يكون كويس، بيزد على الكيوردز اللي انت مدخلها، وعلى التظبيط اللي انت مظبطه بتاعك بتاع التارجت، وعلى حسب التفاصيل اللي انت مدخلها له كلها. فيها اجزاء بسيطة هتلاقيها هتلاقيها بيض، وفي أجزاء هتلاقيها شغالة معاك عادي من غير ما تدفع من غير أي حاجة، تمام. وطبعا لو دوست على كل جزء منهم هيقول لك المشكلة فين، تمام. أنت إيه المشكلة اللي عندك؟ يعني أنت عندك مشكلة في اللانجوج، تمام. تكست بتاعتك صعبة، يعني أنت كاتب كلمات صعبة وتقيلة مش كل الناس هتقدر تفهمها، فحاول تقلل في صعوبة الكلمات أو تتشينج بعض الكيوردز اللي أنت كاتبها علشان الناس تقدر تفهمك بسهولة. ده اللي هو كاتبه هنا، تمام. ممكن مثلا تشوف مثلا أنت عندك في كوبي ولا لأ، الفويس تون مظبوط ولا لأ، وما إلى ذلك. فطول بصراحة كويسة جدا، بستخدمها كتير. وأنت شغال على جزء الهوم بيج لازم تخلي بالك من من كتابتك، وتخلي بالك من الجزء ده. مرة فاتت اتكلمنا عن جزء الهيدلاين، ممكن تكمله بجزء الهوم بيج في نفس الجزء ده، تمام. ايه تاني؟ الجزء بقى بتاع الترافيك، تمام. الجزء بتاع الترافيك طبعا هتحدد السوشيال ميديا اللي بتجيب منها ترافيك، او تحدد الشانل اللي بتجيب منها ترافيك، او الاعلانات اللي بتجيب منها ترافيك، وتبتدي تشتغل عليها علشان تجيب ترافيك للويب سايت. طيب انا كده شغلي خلص على الويب سايت؟ لا، انت كده خلصت جزء في التشيك بتاع الويب سايت، الجزء بتاع التشيك بتاع الويب سايت، تمام. واشتغلت على البيزكس اللي تقوم الويب سايت، لكن ما فيش ويب سايت بيقوم ويفضل زي ما هو، ولا ويب سايت بينام ويفضل زي ما هو نايم. انت بتبتدي تفضل تشتغل على الويب سايت لحد ما لا نهايه، كل ويب سايت هتلاقيه وقع منه جزء فبتبتدي تقومه، ودايما بتشتغل على السيرش بشكل كتير، بتشتغل على الابديت بتاع الويب سايت، بتشتغل على ان انت تكونفرجن دايما على الويب سايت. وقفت ان انت تعمل ترافيك على الويب سايت، الدنيا هتقف. فانت الموضوع مش ان انت تقف في حته معينه في الويب سايت، او تستنى على جزء معين جوه الويب سايت. كان في حاجه ثانيه، كان في حاجه ثانيه برضو خاصه بجزء الكونتنت او جزء الاون بيج. وانت شغال برضو على الويب سايت لازم بتخلي بالك وانت كاتب، انت الكلام بتاعك كويس ولا لا، هل هو مينينج للجولز اللي انت كاتبها ولا لا، واخد عليه سكور كويس ولا لا. هنا بيقول لك عدد الكلمات اللي انت كاتبها، وعدد الليترز، عدد الكاركترز والوردز اللي انت كاتبها، الباراجراف بتاعك ايه اللي مظبوط فيه وايه اللي مش مظبوط فيه، لو في اي كومنتس بيبتدي يديها لك، بحيث ان انت برضه تطلع كونتنت كويس. وطبعا انت هنا بتتحكم الكتابه بتاعتك H1 H2 بولد ايا كان، بتبتدي تظبط الويب سايت بتاعك، او تبتدي تظبط الكونتنت بتاعك قبل ما ترفعه على الويب سايت، قبل ما ترفعه على الويب سايت، لو حتى عايز تحط لينكس ايا كان. فعموما التول دي كويسه جدا، تمام. حتى لو تحط لينك، وبتبتدي تشتغل عليه عشان تاهل الكونتنت والجزء الاون بيج بتاعك ان هو يناسب
الشغل بتاعك ويناسب الجزء اللي انت شغال عليه. تمام، دي من الحاجات المهمه جدا اللي انت لازم تخلي بالك منها وانت في لما كنا بنتكلم او احنا بنتكلم على الجزء بتاع الكونتنت او الكونتنت بلوك بتاعك او الكونتنت اللي انت بتكتبه. تمام، في الجزء بتاع الكونتنت اللي انت بتكتبه. تمام، وانت بعد كده بقى بتكريت اد بتاعك. طيب تعالوا كده ناخد سؤال كده، لو انا الويب سايت بتاعي جديد، ايه الانواع بتاع الاعلانات اللي انا ممكن اشتغلها؟ لو انا الويب سايت بتاعي جديد، هل تسمعني؟ حد سامعني؟ احنا سامعينك، مستني حضرتك لما تقول ايه؟ ما انا مستني حضرتك. سؤال يا محمود، هو ده سؤال؟ ماشي، اول حاجه يعني لو انت هتبدا خالص فانت مثلا محتاج ترافيك على ده هيبقى اهم حاجه، يعني مفيش حد يعرف مثلا الويب سايت او الويب سايت جديد خالص، فانت محتاج ترافيك كبير في الاول على الاقل. تمام، حد عنده فكره تاني؟ يعني ايه الحاجات المهمه بالنسبه للويب سايت الجديد؟ يعني انا مثلا دلوقتي عندي ويب سايت. تمام، انا دلوقتي عندي ويب سايت، المفروض ان انا لسه هبتدي، او ويب سايت لسه مقومه وخلصته وبتاع، فايه بقى الخطوات اللي انا المفروض اشتغل عليها عشان اقوم الويب سايت ده؟ اول حاجه واهم حاجه الويب سايت ده هو يبقى الكونتنت اللي عليه فاليوبل جدا، ويبقى سريع جدا، ويبقى ليه ستراكشر واضح، والحاجات دي كلها لازم نتأكد انها موجوده قبل ما تحاول تجيب ترافيك، علشان يعني لو حد يعني حاول مثلا يخش عليه ولقى ان هو سرعته مش قد كده، او مش مفهوم، او الكالر سكيما بتاعته مش كويسه، الحاجات دي هيطلع يعني منه على طول، ويبقى الباونس ريت عندك عالي، فلازم تتأكد من الحاجات دي الاول. حلو جدا، تمام. طيب النكست ستيب، حد تاني عنده نكست ستيب بعد الكلام الهائل اللي قالته هبه؟ اذا كانت الفيرست ستيب ان احنا اهتمينا بالكونتنت واهتمينا بالحاجات بتاعت الويب سايت، فيبقى النكست ستيب اللي احنا محتاجينها هو الترافيك. خلاص احنا ظبطنا المكان، محتاجين الناس تزوره بقى. حلو، زي الفل. طيب بعد الترافيك، بعد الناس ما تاخد ترافيك، بعد ما تيجي يعني تعمل ترافيك، احنا محتاجين الناس دي تاخد اكشن. حلو جدا، زي الفل. طيب الناس خدت اكشن، اهم حاجه ان احنا ندخل الويب سايت ده على جوجل ادسنس، نشوف بقى هيدخل لنا كام، عشان دي اهم حاجه موجوده عندنا. بص، هو ده مش اهم حاجه بالنسبه لكل الناس. انا برضو عندي سؤال بسيط في الحته اللي ذكرتها، هل فكره ان احنا نقدر ندخل الويب سايت ده في جوجل ادسنس من دي 1 ولا في شويه كونفيجن؟ لا طبعا مش هيتقبل من دي 1. لا لا، مش من دي 1، انت بتحتاج بروسيس كتير، وبتبعت لهم ويقيسوا الويب سايت والكواليتي بتاعته والترافيك اللي عليه قد ايه والقصص دي كلها، مش من دي 1. لا طب هي الميجر يونت بتاعته ممكن نعرفها فيما بعد يعني، عشان بس ما نقولش. طبعا احنا ممكن نعمل يوم عن جوجل ادسنس. عايز اقول لك ان انا بتجنب كتير جدا ان انا ادخل في جزء الديجيتال، بس الناس بتسحبني ليه؟ يعني انا دايما باخد الواي بتاع الماركتنج استراتيجي وبلاننج واناليسيز، بس مش عارف ليه دايما انتوا بتسحبوني للجزء بتاع الديجيتال، بس اتس اوكي okay. ماشي، خلينا في الجزء ده ان شاء الله نكمل يعني الجزء ده فيما بعد. بقولني خلينا في الجزء ده وان شاء الله فيما يعني. لا لا تمام، عادي ممكن نكمل بعد كده، يعني ممكن نكمل ناخد يوم كامل ونشتغل يوم لوحده على جوجل ادسنس، مفيش اي مشكله، عادي يعني بسيطه، ما فيهاش مشكله يعني. ثم احنا يعني عايزاك كده ان شاء الله تحط في البلان بتاعتك نخلص سيو ونخش على ميديا باينج بقى والاعلانات والحاجات الحلوه دي، عشان يعني كده احنا بقى خلاص قفلنا استراتيجي. في حد هنا شغال ريال استيت؟ خدنا ايه؟ في حد هنا من الناس اللي معانا شغاله ريال استيت؟ هو المفروض انا في الويب سايت بتاعي في جزء ريال استيت. لا، ريال استيت سبيسيفيك، سواء بروكر او ديفلوبر.
اعلانات يعني قصدي. لا بغض النظر ان هو شغال في الريال استيت از ماركتنج، بغض النظر يعني. لا سيلز، هو عموما اوكي ما فيش مشكله. هو الكورسز، في كورسز نازله المفروض ان شاء الله الشهر الجاي سبيسيفيك ريال استيت من اي تو زي، تمام؟ فكنت بسال عشان كده. والراوند اللي جاي فري، فقلت اساله يعني. لا بس هتلاقي على الجروب ناس كتيرة مهتمة، ويمكن النهاردة عشان ما وأنا لسه يعني لسه ما بلغتش. ف لا لا هتلاقي يعني في ناس كتير بتشتغل فيه، بس هو أنا عارف ريل ستيلز غلس يعني. أنا فاكرة كنت بشتغل واحد صاحبي هو غلس كتير عن باقي الشانلز التانية يعني، له الويز بتاعته. دي حقيقة، خصوصا إن أنت هتركز على جوجل أدز هناك جدا، فوكس بالنسبة لهم. لا هو الفكرة مش هتبقى في كجزء ادز بس، من اي تو زي يعني من اول الفلوس. انت شارح له ازاي يبدأ، ازاي يعمل استراتيجي ال اه ده من اول البروجكت نفسه لحد ما يخلص بيها. طب انت مش حلو هتعملين والله. حاجة ميديا باينج كلها خالصة كده مخلصها جوجل وفيسبوك وكل البلاتفورمز، ولا لأ بعيد عنك شوية؟ لا ممكن ليه، لا مفيش اي مشكلة. كان في اصلا حاجة خلصانة الشهر اللي فات كده. دي موجودة على اليوتيوب يعني ولا لأ؟ لا مش مسجل، مش مسجل، بس تمام ممكن نبدأها، مش هي مش عادي يا دي. ريت والله بجد. اوكي بسيط، اوكي مش اي مشكله نعملها يعني، مش هي مشكله. كده كده الشهر الجاي هينزل سكادول بالكورسز الجديده. تمام. المره الجايه المفروض هنتكلم على الجزء بتاع الباك لينكس والجزء بتاع جوجل اناليتكس. ف لو ده في حالة لو الناس عملت الفوت على اللي هو نكمل في نفس الوي ده، مفيش موضوع جديد. فعندكم حاجة محتاجينها تاني في الجزء الاي سي او المرة الجاية غير دول؟ قلنا السكيما، السكيما وكل نكال. السكيما اوكي، انت بعتهم لي على الميل كده كده احطهم فيها. صحيح تمام صحيح. تمام ايش بضل تاني غير هدول شغلات تقنية بروفيشنال او المتقدم؟ بص احنا كده كده خلصنا اهو الجزء بتاع التشيك ليست، فخلاص معانا المرة الجاية او اللي بعدها كمان او بعد كده يعني براحتنا خلاص يعني. التشيك ليست بالنسبة لي اللي هيمشي عليها حضرتك، بس بالنسبة للفايل ده ممكن نجيبه منين عشان بس ما تقولش هو كلمة شغل؟ الفايل ده نزل يا جماعة، الفايل ده الفايل ده موجود، الفايل ده موجود على البيج. انا مش عارف يعني الفايل ده موجود على البيج وناس كتير خدتها، انا مش عارف ليه بتسأل. طب موجود على الجروب؟ طيب هو على الجروب طب اوكي ميرسي تمام، جدا لحضرتك. واللي مش عارف يوصل ممكن يبعت مسج واي حد من المنتريشن هيرد عليه يبعت له الفايل او يظبط الدنيا معاه يعني. تمام. ليلى احنا مش سامعينك تمام، هي شويه بعتها على المسج فاحنا مفيش صوت خالص. تمام. المرة الجاية إن شاء الله خلاص قلنا هنشتغل على الحاجات اللي اتفقنا عليها. لو في أي حد محتاج حاجة تاني يبعت لي على الميل أو يبعت على أي احنا بلاتفورم. كده بشكل كامل خلصنا الـ SEO. فاضل بس الأجزاء التكنيكال، فاضل الأجزاء التكنيكال اللي هي الجزء بتاع السكيما وجوجل أناليتكس والباك لينكس. طب استاذنك يعني نكمل اس اي او للاخر بحيث نبقى خلصنا بقى، يعني ما يبقاش يعني الموضوع فيه تخطيط، حتى بحيث الفيديوز لما تيجي تنزل في السكشن دون يبقى حقيقي اللي يخش عليها مش محتاج ان هو يشوف اي حاجه تاني، او بمعنى اصح تكون غطت بنسبه كبيره جدا جدا جدا. احنا ممكن نكمل في الجزئيه. احنا لو خلصنا الجزء ده المره الجايه او استقرينا، اصل هقول لحضرتك على حاجه. الفكره ان احنا في الجروب الفكره ان على حسب الناس محتاجه ايه في الاسبوع ده بنشتغل، فاهم؟ مش فكره الكورس من اي تو زي، فاهم قصدي؟ فعلشان كده
بيبقى مضطر التزم باللي الناس محتاجاه. يعني والله الناس محتاجه نتكلم عن الجزء ده، خلاص بنتكلم فيه على حسب الفوت. تمام، يعني المفروض الناس اتكلمت على الميديا بايرنج فور ريال استيت، واتكلمت على ان احنا محتاجين تكمله الاي سي او، وان احنا محتاجين هاو تو ستارت ماركتنج كارير، ازاي تبتدي في مجال الماركتنج. فكان الفوت راح ان احنا نكمل اي سي او، فكملنا جزء الاي سي او. تمام، بس عادي كده كده الناس هتخش برضه المره الجايه تفوت على تكمله الاي سي او، انا عارف، فما تقلقش. خلاص اوكي ان شاء الله. بالذات نور، بالذات نور ابو القصه اللي هتعمل حافظنا يعني ايش بدنا. يعني حافظ الناس كلها واحد واحد. المهم انا بتنزل انت بقول يا رب يختاروا اس اي او. ايه؟ كده خلاص السكشن بتاعتنا خلصت النهارده. باذن الله يعني يوم الاثنين هنتكلم برضو على كلوب هاوس، على حسب برضو اختيار الناس محتاجين نتناقش في ايه. ويوم الجمعه في ميعادنا برضو الساعه 9 على الجزء اللي حسب الناس ما تفوت عليه، واكيد نوره بتدعي ان احنا نكمل اي سي او. ان شاء الله اي سي او ان شاء الله. يا رب. تمام، عارف بتحبوا الاس اي او مش عارفه ليه. خلاص ايه ان شاء الله اي سي او لحد عشان اخلصه. بس بنحبوا الاس اي او. خلاص ماشي، يا ربنا ييسر ان شاء الله خير. الناس ليلى او اي حد بعت يتكلم او احنا مستمعينه خلاص ابعته على الميل، وباذن الله هرد عليكم يعني ان شاء الله كالعاده. ببقى سعيد بيكم بصراحه كل يوم جمعه، فربنا يوفقكم ان شاء الله، ولو حد احتاج حاجه يبعت لي. يعني صباح على خير. انت بقى ممكن انا خير والله ما بتقصر معنا. الله يبارك فيك. تسلم. شكرا.